قدرني الله سبحانه وتعالى ونكمل دعواتكم البنات كتوقف معايا والله دعوة الصراحة كيعجبوني عندهم لصاق يا البنات لصاق عندهم الصح والعمل خديت من عندهم هاد الصاك هذا وخديت من عندهم هاد الزيتان هذا ولكن البنات راه شي حاجة اللي عندهم زوينة وكتدي لكم يعني كطول معكم انا اللي عجبني فيها كتجي مع كسوة تجي مع سروال جين تجي مع اي حاجة يلاه جابوهم جداد هاد لي اديداس هادو البنات ودايرين فيهم الصولد خديت اختي هادي السجود هانتوما اختي السلام عليكم البنات كيدايرين لاباس عليكم اش اخباركم اموركم هانية نتمنى تكونوا بخير وعلى خير جيتكم فيديو جديد غبرت عليكم شكرا البنات اللي سولوا فيا لهلي خطيكم البنات يدخلوا عندي الانستغرام لقيت بزاف ديال لي ميساج اسماء مالكي غبرتي اش وقع لك البنات راكم عارفين دابا مع السفر يعني قررت ان شاء الله باذن الله الا سهل الله نمشيو للبلاد راكم عارفين السفر خصك تجمعي خصك تقضي هادي جمعي هادي الا بقيت كندير لكم فيديوهات عارفوا اختكم اسماء النص غادي يديه والنص غادي تخليه هنا في فرنسا مع الوليدات تسلمتم راه راكم عارفين الوليدات يعني خصك كل حاجه كل واحد جمعي لي الباليزه ديالو كل واحد جمعي لي الحوايج ديالو راه غادي نبان لكم شويه عيانه البنات ولكن راه هاد الايامات سبحان الله يعني كانوا عندي بزاف ديال الوراق كانوا عندي بزاف ديال لي زانسكريبسيون درت واحد الانسكريبسيون يعني كان خاصني بزاف الوراق عليها ايوا الحمد لله على كل حال بون جيت اختي كنشكي عليكم من الاول ديال الفيديو لهلي خطيكم الغزالات لهلي خطيكم شكرا لكم كاملين اللي كتصوروا فيا ايوا جيتكم اختي وجيتكم بالهميزات والجديد قلت والله حتى ندير لكم هذا الفيديو هذا ما بقاش غابر عليكم يعني واخا كنغبر غير النهار سبحان الله العلي العظيم البنات كيسولوا فيا والله ما كنبغيش نغبر عليكم ولكن بعد المرات راه الظروف راكم عارفين ايوا ما علينا غادي ندوزو اختي واحد الهميزات غادي نشارككم معكم في هذا الفيديو هذا ضروري بارطاجيو مع البنات وفي الاخر الفيديو غادي تشوفوا يا اختي واحد الروينه قال لي ديك الروينه في الكوزينه الحمد لله على كل حال الحمد لله ضروري كتكون هكا الروينه كتكون تجمعي ديري جمعي هادي خاصه هادي وحنايا سبحان الله ملي كنكونوا غادي البلاد كنصيبوا يعني فرنسا كامله ديوها معانا الحمد لله صافي تبغي دير هذا تفرحي هذا تعطي لهذا ايوا هادشي اللي كاين يعني كتقولي بعض المرات لا صافي ما نتقالش ما نديش راه كلشي كاين في البلاد غتقول لي راه كلشي كاين في البلاد اه اختي حقا كلشي كاين في البلاد ولكن ضروري ضروري يعني راك مده ما مشيتيش يعني كتبغي تشوفي الحبايب كتبغي تفرحي هذا ايوا هادشي اللي كاين يعني اللي كيحشم وما تيقدش يعني انا ما تنقدش البنات والله العلي العظيم تنقول صافي يعني ما غاديش زعما نبقى نتقال وهذا وهذا ولكن معليش كلشي مزيان ايوا اختي ندوزو للهميزات مستعدين البنات غادي نبارطاجي معكم اشنو خديت من لي سولد هادو اختي باقي بون يلا باقي يلا كنقاد يعني في الحوايج يلا كنجمع في الباليزات قلت والله تنشارك معكم قبل ما نغونجيهم في الباليزه ديالهم ايوا اول حاجه غادي نشارك معكم هاد الصاك هذا خديتو اختي من عند جيس انا بصراحه بغيت نشارك معكم هادشي ديال الحويجات اللي خديت انا ديال لامارك ولكن خفتكم تقولوا يعني وهي واخده الحوايج ديال لامارك جايه كتورينا زعما راه هادي وراه واخده لامارك انا البنات ما كنبغيش انا ماشي من داك النوع اللي كنجي نبان من تواضع لله رفع يعني ما كاينلاش غادي نبان عليك ولا غتبيني عليا انا دائما تنشارك معكم الخواتات غير حوايج المارشي وكاينين اختي اللي كيبقاو يعيروا يعني كاينين شي بعض الناس قليل يعني ما كنعممش ماشي الحمد لله ماشي المتتبعات ديالي غير شي ناس هكا كيبقاو يتنمروا وحوايج المارشي انت كتشري غير حوايج بريمارك وحوايج المارشي ايوا عندك اختي تنوضي ثاني تقول لي كتشري الماركه وعندك الفلوس واه اختي هادو راه خديتهم غير في الصولد كل ما كانش مصوردين اختي ما غناخذهمش راه قلت لكم في الفيديو اللي قبل من هذا قلت لكم البنات الا كانوا شي حوايج ماركه ما كنقدش نشريهم ولكن لوليداتي كنشريهم عادي يعني ولادي ما كن حتى حاجه ما كنكبرها فيهم والله القاسم البنات واخا ما يكونش صوردي دونك انا حتى كيديروا اختي الصورد عاد كناخذ شي حاجه نفرح بها راسي مشيت اختي خديت هذا الصاك هذا كيعجبني شحال هادي ما نكذبش عليكم البنات بغيتو هكا ديال تولي جور ديال يوميا ما بغيتش انايا الكبار ما بغيتش واحد الموديلات عجبوني كبار ولكن قلت اللهم ناخذ غير هكا صغير هذا ديال يوميا ندير فيه اختي غير البسطام ديالي وراكم عارفين يعني ماشي ديال الوراق ديال الوراق ولا ديال الجري هذا بغيت نستعمله هكا على حسب ملي كنخرج هكا نصور ولا هذا كنبغي ندير فيه غير التليفون والبورتفوي ديالي هذا الموديل هذا زوين علاش فيه السنسله البنات فيه السنسله هنا وفيه السنسله هنا خديته من عند جيس راه الثمن ديالو نقول لكم شحال كان داير كندير 140 اورو خديته ب 89 شوف البنات خديته ب 89 اورو باش خديته انا عزيز عليا بحال هاد لاصاك هكا كنديرهم هنايا شوف البنات كيجيو مع لي روب مع كساوي مع كلشي وخديت الكحل يعني سبحان الله العلي العظيم لقيت واحد في الكحل هو اللي بقى
فاش البنات كنصورت لكم البرومي جور ديال لي سولد فاش مشيت ل 91 كاينين لي مكازا تما زوينين ديال لي ماك اللي بغيتو تكسي وليداتكم، خديتو من تما وخديت البنات هذا مستعمره درتو الوسطى وجدت اختي قولي اسماء صافي معوله. بون البنات خديت هذا البسطام هذا عجبني، يعني حتى شفت بعدا كاين واش غادي يدخل اختي في الصاك ولا ما غيدخلش، لقيته غادي مزيان هو هذاك، دونك خديته حتى هو. البنات كندير غنقول لكم الثمن ديالو شحال كندير، كندير 75 خديته ب 45 اون، ولكن شي حاجه زوينه يعني غادي يطول معاك وكيبقى، يعني انا خديته في الصولد نمشي لكم البنات في واحد السنيسله هنا، الا ما كانش مصولدي ما نقدرش ناخذو ب 75 طبيعي الحال، ما نقدرش نحط 75 اختي اورو نحطها في البسطام، يعني خديته في الصولد البنات. هادو خديتهم من عند ديس والبنات شوف اش كنت بارطاجيت معكم تما نيت في ديك السونتر كوميرسيال، فاش كنت هاد درت هاد ديال ديتاكس، هاد ديتاكس هادي انا غدا ان شاء الله غادي نديها معايا الا قبلوها ليا، هي هذيك ما قبلوهاش ليا ما خسرت حتى شي حاجه، انا يعني مقديه غادي تقول لي اسماء شرحي لنا على هاد ديتاكس هذا، قلتها لكم بالنسبه للناس اللي هنا في فرنسا وغادي للبلاد تقدروا ديروها. كاين شي اخوات قالوا لي لا اختي اسماء راه غير الناس اللي ليترونجي اللي جايين من البلاد يعني توريست هنايا ماشي لينا حنايا اللي ساكنين، ولكن انا السيده اللي درتها عندها يعني كانت هي وعاود جات لا كوليك ديالها، يعني ما قالوا لي حتى شي حاجه، قالوا لي واش ساكنه هنا ولا فين ساكنه، قلت لهم جابيت ايسي اون فرانس، قالوا لي فين غادا، قلت لهم غادا للماروك، يعني هادشي اللي كاين هذا هو السؤال اللي عطاوني طرحوا عليا، يعني كون كانت يعني الناس ديال ليترونجي يعني الناس ديال التوريست غادي يقولوا لي نو مدام فوزافي با الدغوا، انا ما قالوا لي حتى شي حاجه، دونك ما خسرت حتى شي حاجه، غادي نديها معايا. البنات غنشرحها لكم في الفيديو، غنخلي لكم في صندوق الوسط على هاد الديتاكس هادي، ملي كتقداو كتفوتوا 100 اورو داشا كتقداو في شي مكازا طلبوا ليهم هاد الديتاكس، ولكن خاصكم تفوتوا 100 اورو داشا يعني 100 اورو ديال المشتريات يعني ديال شي حاجه شريتوها، اي مكازا خديتو من الناس قولوا ليهم بغينا نديرو الديتاكس بحال بخي مارك راه حتى هي بحال نفس نفس يعني نفس الشكل، يعني حتى هي بحال ليكم لي مكازا الاخرين العاديين يعني بحال هادي اختي درتها انايا في لاكي، يعني كيقول لك هودي لاكي كاين سونتر كوميرسيال صافي درتها، هما غادي نديها ان شاء الله معايا. هنا اختي مشيت عند كيكو، خديت اختي من عند كيكو، خديت واحد الفوندو تاع البنات زوينه زوينه دائما كناخذها كل عام صراحه كناخذ هكا دير ليا العام بعد المرات كناخذ بحال هكا المرات كناخذ شي وحده اخرى هكا كنشكل بحال هكا لقيت شي ماركه اخرى، ولكن اغلبيه تناخذ هادي البنات كيكو، هادي تاخذوا على حسب لابو ديال وجهكم. انا البنات ما دايره دابا حتى شي حاجه ما دايرهاش، ملي كديرها صراحه كتعطي واحد النظره زوينه للوجه، ما كنبغيش ندير لي فوندو طون بزاف. خديت اختي هي وهاد البودغ هذا شوف البنات ايفيتيو ما ديروش لي فوندو طون بزاف سيرتو فهاد الوقيته ديال الحراره، ليكرون البنات ليكرون سولير ديروا الواقي الشمسي هو اللي غادي ديروا بزاف فهاد الوقيته باش تحميو الوجه ديالكم، دونك خديتو من عند كيكو هذا تما لا ما دايرش فيهم بروموسيون. باردون البنات هاد الفوندو تاع هادي راه داير ليها شي 20 اورو والبودغ يعني بجوج، انا قلت لكم البنات هي التيكي اللي دايره هنايا دايره 19.99 ولا بودغ دايره 11.99 يعني بجوج تقاموا لي 26 ها انتم البنات تقاموا لي 26 اورو بجوج يعني ما ناقصينش فيهم. هنا غادي نشارك معكم في سعر ادلاف وخديت لولادي، ولكن راكم عارفين تنقول لكم دائما ما كنقدرش نبارطاجي الحوايج ديال ولادي الكبار، يعني احتراماتي ليهم ما تيبغيونيش نبارطاجي، راكم عارفين مع اليوتيوب مع الدراري راهم كبار بسلامتهم، حاجه ديال الدريات الصغار ديال البنات الصغار كنبارطاجي معكم غزالات غير تاخذوا انتم كفكره. خديت هاد الباسكيت هادي هادي البنات خديتها من عند اديداس، دونك كتلبس مع كسوات تلبسيها مع جين تلبسيها مع كيما بغيتي تلبسيها تلبسيها، هاد الموديل هذا كان عجبني البنات وسبحان الله، يعني هذيك النهار فاش كنت مشيت لمكازا اديداس لقيتهم يلا حطوهم، انا كنقيس فيها ديك السيده قلت لها عطيني النمره ديال لابوانتور ديالي، قالت لي يلا حطيناهم، قالت لي هادو لا نوفي كوليكسيون جديده اللي حطينا، هادو اختي شتو اديداس ها هي اختي، دونك نقول لكم الثمن ديالها شحال خديتها البنات، خديتها ب كانت دايره 110 خديتها ب 77 اورو ناقص 30% شتو البنات ناقص 30% ولكن عجبتني علاش كونفورطابل هاد السونتر كوميرسيال البنات، علاش انا كنبغي نشارك معكم هادشي باش كتستافدوا نتوما، هاد السونتر كوميرسيال الا مشيتو ليه سميتو ماركا افونير يعني راه كبير البنات في كوربي ايسون في 91 في طاوحيد باريس، بون البنات
زوين 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 زوين، فيه كل شيء، اي حاجه بغيتوها كتلقاها فيه. وصرتو في الوقيته ديال لي صود، انا مشيت لو برومي جو خديت حاجه زوينه لوليداتي. مشيت عند بنات المغازا بيسون، مغازا بيسون فيها غير لي مارك ديال ليطالي. انا فاش البنات جيت انا لفرنسا كنمشي ليها غير هي، كناخذ منها الصباطه ديالها الله يعمر ليها الدار، ضربوا بها حتى تقلعوا وديوها عطيوها في سبيل الله. صناد بناتي كناخذهم دائما منهم. هذه خديتها ناقص 60% البنات، موان 60%. دونك هذه كانت دايره البنات 32 اورو ناقص 60%، 32 اورو ناقص 60%. ما عقلتش البنات واش طاحت ليا، واش 12 اورو ولا 13 اورو. فرونشمون شي حاجه زوينه. هانتوما البنات كويغ، قلبوا على المغازا بيسون حداكم البنات، سيروا ليها راه ما غاديش ندموا نهائيا. ها هي اختي ناقص 60% باش خديتها. خديت ليها هي هذه، وخديت السجود من عندهم نيت، خديت السجود هذه ناقصين 30%، كانت دايره 39 99. هي اختي السجود كتحماقوا على السجود. اختي ملي كنبارطاجي معكم شي حاجه ديال السجود كتفرحوا. ربي يفرحكم، الله يحفظ لكم وليداتكم، والله يخلي لكم وليداتكم ان شاء الله. واللي ما عندهاش وليدات الله ياتيها بالذريه الصالحه، يا ربي تسهل عليك حبيبه ديالي ويحل حزانك ان شاء الله بشي وليد ولا بنيه. قالت لي واحد البنت، قالت لي اختي اسماء ما نكذبش عليك، انا كبرت وليداتي الله يجعل البركه. قالت لي مرت خويا راها اونسان. قلت لها شوفي كانت عندك بنيه سميها سجود، لهلي خطيكم الغزالات ديالي الله يحفظكم. سجود سميه كانت كتعجبني وبغاوها بنياتي، وهما اللي سماو اختهم وعجبتني صراحه. قولوا لي نتوما الراي ديالكم فيها، واش زوينه ولا ما زويناش؟ خاصكم تشوفوا السجود ياك. هانتوما البنات خديت لي هاد الباسكيت، هادي بيما، هادي لا مارك بيما. دونك عجبتني الشكل ديالها، كتجي خفيفه. تقامت ليا البنات بشي 27 اورو ولا 26 بحال هكا، يعني تقامت رخيصه. خديت اختي هاد الباسكيت هادي، خديتها كادو ناقص هي 60%. كانت دايره البنات 39 99 حتى هي ناقص 60%. زوينه الشكل ديالها، ها هي اختي شفتوا معايا كتجي واعره في اللبسه. حتى هي لا مارك بولو. كلشي سلعتهم مادين ايطالي البنات، السلعه ديالتهم ديال بيسون لا مارك ديالهم ديال ايطالي. الا بغيتو ان شاء الله، الا بغيتو البنات ندير لكم شي فيديو عندهم نبارطاجي معكم. راه كنت بارطاجي معكم واحد المقطع، الا كان بقى ليا البنات ها واحد المقطع هكا وريتكم شي حويجات، الا بقى غادي نحط لكم في اخر الفيديو. هنايا البنات خديت من الاشيام، كنت مشيت الاشيام وخديت خديت شي حويجات البنات، وكنت غادي نشارك معكم ونقول الراي ديالكم. خديت السجود، خديت الايه نو السجود ما خديتش ليها من الاشيام. خديت هذا السروال ديال الجيم بصراحه، خديت واحد هذا سيزون سيتون، خديتو الايه هذا، وخديت ليه هاد التيشيرت هذا اللي بقى لي. البنات حاطين بزاف ديال الحويجات ناقصين فيهم، لو بغيتو تاخذوا لوليداتكم هذا بقى لها باورو 99. خديت منه جوج، خديت منه بنيها وخديت منه واحد البنيته هذا ما عرفتش فين حطيتو. بون سراول ديال الجين تما خديت منهم جوج، شوف بحال ديال بنتي. خديت ليها هاد التيشيرت هذا، شوف البنات هذا خديت بقى ليا هذا البنات بقى ليا ب 8. هذا خديته من بريماك، هذا ب 8 اورو خديته من بريماك هذا، حيت خلطت ليها الحوايج ديال بريماك وديال اشيام. خديت ليها هادي، انا البنات ما كنعقلش، هادي من اشيام، هادي خديتها من اشيام 10 5 اورو 99 باش خديتها لها 599. كانت دايره البنات الثمن ديالها 9 اورو 99. خديت هاد السجود الايه، حيت عرفتو السجود كنت خديت ليها بزاف من عند شيئين، خديت ليها بزاف من عند شيئين البنات، دونك مبغيتش نبقى نكثر ليها. هادي خديتها لها بخمسة أورو 99، كانت دايره 14 أورو 99 هاد لاجيب، هادي ميني جوب. من البيسون البنات خديت هاد الصنداله هادي، هانتوما البنات الشكل ديالها راه كويغ، شي حاجه زوينه فنه هادي. خديتها البنات دايرين ليها 34 99 ناقصه 60%، هادي ناقصه 60%. خدو البنات، خدو الوليدات، خدو اللي عزيز عليكم، خذوا لي من عند بيسون راه زوينه لا مارك ديالهم. عندهم لي ساك، عندهم لي صندال، لي باسكيت، لي بوط، كلشي البنات عندهم بيسون. ما عندهمش غير الحوايج اللي ما عندهمش لي فيتمون، مي لو ريست هكا الصبابط وداكشي عندهم. خديت هاد الصنداله هادي حتى هي، شتو البنات ديال كوير، هيا كوير شتو، خديتها كوير. حيت بزاف الناس اللي ما عارفينش هاد المغازا هادي بيسون ما معروفاش بزاف، ماشي بحال مثلنا بخي مارك اكسيون ليدل هادو معروفين، هادي بيسون ما كتكونش معروفه بزاف، يعني
الناس كي قلال اللي كيعرفوها، مي عندهم العمق البنات واعره. 44 و99 ناقصين فيه 60% حتى هو البنات. هاد السنادر هادي فنه كتجي غزاله، يعني الشكل ديالها زوين. خديتها نتايا من عندهم، من عند بيسون. يعني بيسون انا اللي كنمشي له هنايا حدايا كنمشي ديال كريتاي البنات، راه كاينه في كريتاي بومبادور. البنات اللي هنايا ساكنين في هنايا في 94 راه كاينه في كريتاي بومبادور حدا اكسيون، راه ما بعيداش على اكسيون البنات. اكسيون ها بيسون فريمون ماغازا زوينه، وحداهم واحد سونت كوميرس، لا ماشي سونت كوميرسيال، ماغازا ديال اسطنبول ولا بحال هكا ديال الترك، كبيره ماغازا كبيره تما، الدنيا زوينه البنات. ايوا الغزالات ديالي غادي نخليكم مع المقطع تشوفوا يا اختي، واحد الروينه خصكم اسماء فيها. راني باقا نخمل، راني مع التخمام، راني مع الجميع، راني ما بغيتش نزيد نغبر عليكم اختي اكثر من هكا. شكرا لكم، دعوا معايا اختي نكمل هذا الروينه اللي عندي، يقدرني الله سبحانه وتعالى ونكمل. دعواتكم البنات كتوقف معايا والله، دعوات الميمات حتى هما لهلا خطاكم. شكرا لكم الغزالات ديالي، عندكم شي سؤال خليوه لي في الكومونتير. وهذا الفيديو هذا درته لكم سبيسيال باش تستافدوا منه، يعني باش تعرفوا يعني لي ماغازا اللي كنتقدم منهم البنات واشنو خديت، وتاخذوا كفكره. راه كلشي كنشاركو معكم، في الما مشيت كنديكم معايا ان شاء الله. بالك انا مشيت المغرب ثاني نديكم معايا ان شاء الله الا سهل ربي. يلا الغزالات ديالي خليكم مع هذاك المقطع وبسلام عليكم. انا اختي دورت لك الكاميرا تشوفي فين غابره عليك. ها شتي اختي فين غابره عليك؟ الروينه يا اختي الروينه، هذا هو السفر. غتقول لي اسماء هذا هو السفر؟ بصح نيت راكم عارفين البنات، وسيرتو يعني ملي كتكوني غاده في الطياره بون معليش، كتكوني غاده في الطياره غتدي لافاليز ديالك وغتمشي، ملي كتكوني غاده في الباطو راكي عارفه هز خدي هذه شري هذه. هادو خليتهم ان شاء الله، هادو خديتهم من ليدر البنات، غادي نخليهم على حساب لي بواسون وداك الشيء كامل اللي غادي نديرو هنايا. واخا عندي كلاسيغ، ولكن بغيت هذه تاهي ندير نعمرها ان شاء الله. هنا درت واحد دو سيرفيات، واخا هما تيعطيونا لي سيرفيات في يعني في البعض، ولكن انا كندي معايا دائما ديولي غادي نديرهم هنا. هاد الساكو اللي غادي نطلع لهذا غادي نطلع معايا في هذا في الباطو، هذاك درت فيه حويجات ولادي، وهذاك درت فيه ديال سجود حويجات ديولها ان شاء الله. يعني مازال الوقت، ولكن ضروري كنبغي نجمع انايا البنات، كنبغي اي حاجه نجمعها دابا. كلشي هادشي غادي نقادو، كلشي غادي نصايبو. يعني ملي كتجمعوا فواحد البلاصه، مول البنات غيبان لكم هنايا السدادر، راني حاطه هادو في الارض حيت راه جمعت كلشي دايره السداري فوق السداري. هادو حطيتهم غير باش نحط عليهم السلعه، ومن بعد حطيت عليهم هادشي، ومن بعد غادي نهزهم البنات غنحيدهم، غادي نديرهم فوق الاخرين باش ما حيت راه باقيين بلومبالاج ديالهم، يعني فيهم لومبالاج هادو لي بونج يعني لي ماطله. دونك البنات هنايا كما كتشوفوا لي الساك باش نعرف راسي اش كندير، فهمتوا؟ يعني اي حاجه شريتوها جيبوها حطوها غير فواحد البلاصه، ما بقاوش عي كتجيبو كتلوحو، لا جيبو حطو غير فواحد البلاصه باش تعرفوا راسكم اش كديروا. عادي فيها غير شي ديال لي بومبو لي برودوي، كل حاجه يعني. بون بغيت نوريكم اختي انا فين غابر عليكم، ها فين غابر عليكم خصكم اسماء. الروينه هادو ديجا حطاتهم بنتي هنايا، قالت لي ماما باش نديرهم على حساب بارطاجت معكم خديتهم من البريمارك. ايوا اختي هادشي اللي كاين، هادي هي الروينه. عاد من بعد غادي نقاد كل حاجه بوحدها ان شاء الله.